الخوت السلام عليكم. انا اذا ضق بين كبر والشعيبيه الضق اللي كيفلق وشي كيرد الصرف لشي وما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. الضق تحت الحيزان كبور اللي سبق لي غمس مزيان بيديه ورجليه في المال العام ومن عقود عديده ويه ماشي حتى سنوات من عقود. قال لك العمسي بان دوري ابو طازوش ماشي هي اللي طلعت ليه السلسله ديال الكوب بشخصيه كبور والشعيبيه. حسن الفد اللي كيبان ساخط مزيان ومقلق هاد الايام من الشعيبيه وغضبان عليها بزاف، قال بان الفضل في النجاح ديال الكوبل ما كيرجعش لبوطازوش بل للطاقم ديالو، وبان بوطازوش هي عباره على ممثله بحالها بحال باقي الممثلات. ايوا هكا وعلى جيمس كاميرون. واسي كبور انا بغيت غير نعرف اش من فن عندك من غير كونسيبت واحد تافه جاهز خدام به على مدار العام والسنوات دون تطوير ولا ترقية ومن قرن غزال هذا. ما عليناش هاد التصريح اللي جا على لسان حسن الفد جبد عليه الصداع خلق حرب كلامية مشفرة ما بين زملاء الأمس أو أزواج البارح، حيت اللي كنعرف هو أن كبور كان هو رجل الشعيبية وبأن الشعيبية كيف كتعرفوا كاملين كانت هي مرات كبور. ولكن شنو وقع بيناتهم؟ باينة كل شيء واضح، القضية فيها الحبة تمخميخة شي جميلة صحيحة تما ما توزعاتش أو ما تقسماتش مزيان. ما عليناش بوطازوت ما كانش من العاجزين وناضت بسرعة كتجاوب حسن الفد وكترد ليه الصرف دون ما تذكر الاسم ديالو، وكلامها حتى هي كان قاسي شوية على بكبور وبلا شك غادي يزيد يجاهلو مزيان ويطلع عليه الطونسي، وخصوصا وانها كتعتقد بان دورها في مسلسل جوجوجو واللي انا شخصيا باش نكون معاكم صريح ما عمري تفرجت فيه. زادت طلعت للجبل وتشهرات وغادي تولي هي ما عرفش شنو. ما علينا شدوينا على الانستغرام في الحساب ديال دنيا بوطازوت وبالضبط على خاصيه الصوري ردت فيه على بكبو ودون أن تعلن عن هوية مخاطبها واللي قالت فيها ما يلي: كما تلاحظون معي بوطازوت كتقول النجاح هو الذي يحكم يا عزيزي. مقهور يعني على بكبور، أنت مقهور وغدا ألقاك في عقر دارك، شي ميساج غايب هذا. مقهور مقهور لولا قهرك ما تحدثت عني، يعني لو انك كل ما كنتيش مضرور مني بزاف ما غاديش تجبدني نهائيا على طرف لسانك. ما تحدثت عني في كل مكان، قالت لي انت غير غادي وكتهترف بي غير غادي الشعيبيه الشعيبيه. انا الوحيده اللي قلت لك لا، هنا كتهضر على الديكتاتوريه ديال كبور، كتقول لي انت ديكتاتوري وحتى واحد ما قدر يتجرأ ويعترض لك على الديكتاتوريه ديالك. قول كلمة لا يرفعها في وجهك، إلا أنا الشعيبية أنا اللي كنت قادرة باش نساويك مع الأرض ونقول لك لا أسي كبور فأنا أسير. هنا زادت تقصح معاه شوية في الهضرة، قالت لي أنا أسير وأنت تعوي ورائي، اقتباسا من المثل العربي القائل القافلة تسير والكلاب تنبح. ولن أعود لن أعود، ما عمرك تشوفني أو تحلم بيا داخلة معاك في شي كونسيب ديالك، فاكتفي بعبيدي. قالت لي خليك مع العبيد ديالك الذين يطبلون لك، فأنا أعبد الواحد الأحد الذي لا يموت. المهم من خلال هذا المنشور كيبان بأن حرب حقيقية ما بين بوطازوت وما بين بكبور الزوجة السابقة ديال كبور الشعيبيه اللي على بالكم. راه سمعتوها كيفاش ولات كتهضر، غير خرجت من بيت الطاعه وما يتحلوا ليها الضلاقش وما بقى ما كاين غير شير، ما بقات لا احترام ولا هم يحزنون مع بكبور. اش غادي نقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نجيو الان للخبر الثاني واللي كيتعلق بروينه كبيره نايضه في الحبس ديال ورزازات. شي حباس قديم عنده سوابق عديدة مع حالة العود أخرج من حالة العود الأخيرة وصور واحد الفيديو صادم فضح فيه مجموعة من التجاوزات والخروقات الخطيرة جدا اللي كتوقع في هذا الحبس. والمندوبية ديال السجون بأمر من تامك حساس بأن كلام ذاك السيد صادق وما فيهش الكذب،
وقراص مباشرة أصلا باش تصيفط لجنة مركزية للتفتيش والتحقيق والتحقق من هادشي اللي وقع تم. وفعلا لقاو كاع داكشي اللي تقال كله صحيح، وكاع اللي تذكر بالفيديو ديال صاحب السوابق القضائية كاين ومؤكد ولا غبار عليه، وهنا صدرات القرارات الصارمة في حق جميع المتورطين. بلاغ مندوبية السجون كيقول على إثر نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب كيتضمن تصريحات بخصوص ظروف الاعتقال داخل السجن المحلي لمدينة ورزازات، واللي صدرات على واحد من السجناء المعروفين متعددي حالة العود واللي تم الإفراج عنه أخيرا من هذه المؤسسة. تم تكليف لجنة مركزية من المفتشية العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون بإجراء بحث في هذا الموضوع، وانتهت التحريات التي أجريت داخل المؤسسة إلى الوقوف فعلا على مجموعة من التجاوزات غير القانونية لبعض الموظفين، وعن التقصير الحاصل في الإطلاع بالمسؤوليات الجسيمة المنوطة بالطاقم الإداري للمؤسسة يعني المدير والموظفين والحراس اللي معه. وبناء على هذه الخلاصات قررت المندوبية العامة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية الصارمة جدا بما فيها إحالة الموظفين المسؤولين المخالفين عن المجلس التأديبي، مع إشعار النيابة العامة بكل التجاوزات الخطيرة التي تم الوقوف عليها خلال هذا البحث. نسمعوا بعض المقتطفات من كلام وتصريحات خطيرة لهذا السجين واللي كيعاود فيها على الحقرة وعلى مجموعة من الاختلالات منها ظاهرة الشذوذ الجنسي. لينا السمع. والخطير في الأمر، وهذا الشيء راه بغاو يزوروا الخطير في الأمر، بأن هذا الحوثيين هرس الموظف السجين، هرس لي سنانو بالساروت طايماكس في الغرفة جوج، ولد أكادير وإبراهيم هرس للسجين ولد رياض الولفة راه تينعس في الغرفة ثلاثة، تا هو هرس لي سنانو بالساروت. آخر ما يعلم هو المدير تيضم سكارطة، آخر ما يعلم هو المدير. والجويع والماكلة ما كيناش والصب ما كيناش، كينا أربع لفتة وأربع خيز زوا تيعطيوها لجوج الناس، الناس عايشة قبل الفاتحة. خاص لجنة تقصي الحقائق ولا لجنة مركزية تهبط وتمشي لهاد الجناح جوج وتشوف. والفتحة ما كيناش، نص ساعة في الصباح ونص ساعة في العشية، وما كاينش فين تنشرح وجهك، وكاين القمل بزاف، والناس ما تتنعش. كاين انا 14 بايس 28 واحد 62 في السيروم، تتبقى 8 34 تتنعس في الارض، كلها تتنعس في الارض جوج في الطوالع. وما كاين رانا ضفارة والو، المدير ما تيتشاف، ساد عليه باغي يمشي لشي حبس اخر، ساد عليه خمس شهور سبع شهور باش يجيب المدير، ما تيتشافش، ما تشوفش المدير. وانا راه خرجت عام من داك الحبس، فعلا كانوا تيعطوني لانسولين، ولكن خرجوني للسبيطار وكاين ما داومونيش. تنخرج مينط وخاشيني في كاشو، تنخرج عميد، تنخرج ما تيداوموني، تيدوني للسبيطار تيرجعوني، ما تيقولوا لي اش عندك. انا فتحت العمليه الاولى 6000 درهم، العمليه الاولى العين اليمنيه هي، وها العمليه الثانيه هي الاربعه الجايه. خرجت عام من هذاك السجن ما كاينش دواء، الطبيب كتمشي اي واحد مريض تيعطيوه دواء واحد ديال العينين ديال الكحبه ديال الضرسه ديال المعده ديال الرجلين اخر. والتليفون مره في السيمانه 62 واحد تيهضروا ساعتين، والدوش 164 تتعوم في قسمين، في سيلون فيه 6 مترو في 4 في 4 مترو عرض، 164 124 واحد تتعوم. هادشي راه ما كاينش، ما اتى به الله من سلطه. وبغات الاداره مستعده، بغات تكذب الاداره ولا بغات تدعي ولا بغات، مستعد الرد مقبول لهم، غير ما يبقاوش يزوروا في الحقائق. واحد راه هرس التلفازة، هرسها وبغى يحط خشيها في هاد الشومبر جوج، وبغى خشيها لسجين في راسو، وما دار والو، ما دار رئيس المعقر رئيس الحي ما دار والو، تيضم سكارطة حيت تيخافوا منه. وزيادة على ذلك الناس في الغرف، في هاد الغرفة جوج ما كيناش النوبة، العناصر هادوك اللي مسيطرين على السيلون اللي جا ما تيعطيو راه نوبة راه والو، ما كاينش النوبة. راه كاين واحد الدري راه تينعس دابا، راه هو ولد الرشيدية
تيقولوا لي كوكيطو والدراشيديه معاد راه تينعس حدا الطوغره 6 شهور واللي جا تيشد البلاصه وينعس هو 6 شهور حاقرين عليه تينعس عاد باش الاغتصابات. شت انا الدري شكا بوحدين بغاو يغتصبوا سميتو حسام شهر واحد باقي دابا راه محول راه داو لشهر شومبر 6 بداو ياخذوا الاجراء ويتسنطوا الشهود. خرج عند الشافات، خرج عند نائب الشاف عند الحسين وخرج عند الشاف مصطفى قال لهم هاد الناس راه بغاو يغتصبوني، ثلاثة تيتحرشوا بيا باغيين يغتصبوني، شدوه دخلوا عندنا بالحد، دخل مصطفى دخل مصطفى ودخل بوبكر ودخل سعيد وقلنا عندك شي واحد يقرب ليه حتى الاثنين، حنا الاثنين قلنا يتخذ الإجراء، الاثنين حولوه. غير حولوا الدري وخلوا الجلادين المغتصبين. بقاو تما صحاح. هاد الحالة، الحالة الثانية اللي حضرت ليها هو الدري ولد وزان خرج مشى شكا قال لي راه واحد بغى يغتصبني عنده 12 عام راه بغى يغتصبني راه تينوض ليا بالليل تتحرش بيا وهادي وهادي وانا كنت تنعس في الارض تنشوف هاد الشيء. شدوا الدري حولوه. شفتي شي عملية؟ شفت عملية التحرش بعينيا انا نعمى فيهم، تيتحرش بيه تيقرب لي يدير لي ها تيقرب لي المؤخرة ديالو تيعيد لي سروالو هادشي شفتوه داخل الزنزانة جوج. هادشي في ورزازات في سجن ورزازات من جا الشاف حولوا هاد الدري داو لشومبر 10 وخلاو اللي باغي يغتصب زيادة على الثالث الخطير في الأمر. هو واحد المسجون ولد المحمديه سميتو امين شاد جنسيا خصو ايزولي ناس ايزولي جابوه خشاو الشومبر عندنا وناض بحال الهيلاله الليل كلشي باغي يغتصبو بالليل هو شاد جنسيا تيقول لك انا شاد جنسيا وكان تينعس ايزولي مع ليزولمو في عكاشه وعلاش جبتوه خشيتو تما شكون اللي جابو الحسين هو اللي خشى هاد الشاف تيقول لك انا ما قضيه جديده مع محمد البودالي على قناه كلاش تي في.